السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو أحبتي، نبدأ أولا بحل الكويز بتاع الفيديو السابق. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال عندنا: راس سدر is the place space we enjoyed visiting last month. طبعا is the place which، مش هختار هنا، مش هقول where رغم ان في عندي كلمة place، الا ان انا اخترت which هنا لان we enjoyed visiting it. visiting ما بتاخدش حرف جر عائد على المكان، فبالتالي ما ينفعش تاخد الا which. تمام. someone، شخص ما، is shouting، يصيح. طبعا هنا الضمير اللي انا لازم استخدمه هو ضمير جمع، ياخد دايما ضمير جمع، يبقى they caught a thief، بياخد ضمير عائد على they يعني هم. خلي بالك هنا لان someone هو وكل الديفينيت او الانديفينيت بروناونز اللي هي الضمائر الغير محددة، بنسميها انديفينيت بروناونز، بتاخد دايما، بتعامل معاملة المفرد وبتاخد ضمير جمع. لما بنيجي نشير اليها بنشير اليها بضمير جمع، اوكي، لان احنا ما بنقدرش نحدد هي مذكر او مؤنث، لان عشان كده سميناها indefinite pronouns او ضمائر غير محدده. تمام. لذلك ما ينفعش نقول ولا هي ولا شي، لكن بنختار لها they كضمير فاعل. there is رقية، ها هي رقية. the girl، طبعا هو لوحدها مش هتنفع، the girl who standing، لا who is standing اللي هي رقم C، who is standing. للأسف أحبتي لم يستطع أي معلق أو أي صديق للقناة على الإجابة عن الأسئلة الثلاثة دول. للأسف مفيش ولا حد قدر إن هو يجاوب إجابات صحيحة عن الأسئلة الثلاثة دول. أعتقد لأن ما فكرناش كويس الأسئلة، يعني لو فكرنا فيها شوية كنا هنقدر نجاوب عنها. طبعا أنا يعني زعلان، بس ان شاء الله اتمنى ان انتوا في الفيديو بتاع النهارده، في الكويز اللي في نهايه هذا الفيديو، ان انتوا تقدروا تفكروا كويس، لان انتوا بتستهتروا بالاجابه، فبالتالي بتجاوبوا اجابه مش سليمه. يا ريت ان احنا نفكر كويس ونحاول ان احنا نعرف ان الاسئله هي اسئله للطلبه المتفوقين، دي اسئله مش عاديه، دي اسئله للطلبه المتفوقين، فيا ريت نديها حقها. تمام. أتمنى لكم التوفيق النهاردة في الكويز بتاع النهاردة أحبتي. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثاني الإعدادي، هو عبارة عن امتحان الوحدة الخامسة، هو امتحان كامل على الوحدة الخامسة مطابق لأحدث مواصفات الامتحانات، هنحله مع بعض جزئية جزئية. هسيب لكم أحبتي أسفل هذا الفيديو جميع فيديوهات شرح ومراجعات وامتحانات الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. يا ريت إن شاء الله لو احتجتوا إن أنتوا تتفرجوا عليها، يا ريت تنزلوا أسفل هذا الفيديو وتتفرجوا عليها. وبتمنى أحبتي إن أنتوا تفضلوا معانا لنهاية هذا الفيديو علشان تستفيدوا أقصى استفادة من الأسئلة اللي هنحلها مع بعض، وكمان علشان تجاوبوا عن الكويز اللي موجود في نهاية هذا الفيديو، وأصحاب الإجابات الصحيحة هيتم تكريمهم في لوحة شرف القناة للفيديو القادم بإذن الله. وبتمنى أحبتي لو دي أول زيارة ليكم للقناة وحابين تنضموا لينا، سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، ولايك وشير للفيديو دعما وتشجيعا لنا على المزيد من الفيديوهات. نبدأ مع بعض أحبتي. أول سؤال عندنا هو سؤال listen and choose the correct answer from A, B, C or D. هنستمع إلى قطعة ومن خلال الاستماع هنحاول نجاوب على الأسئلة الأربعة اللي موجودة عندنا. القطعة بتقول: I am Sohaib. I help with different things at home. But my most difficult job is taking out our rubbish. I usually take out the bins in the evening. On Wednesdays and Sundays. Our apartment is on the third floor, so I have to go down the street in the lift. السؤال الأول عندنا: The speaker's name is. اسم المتكلم هو اللي ذكر في القطعة.
برافو عليكم صهيب، اسم المتكلم صهيب. The most difficult job for صهيب is، أصعب وظيفة عند صهيب كانت visiting friends, helping mom, taking out the rubbish, sweeping the floor. طبعا رقم C اللي هي taking out the rubbish. He usually takes out the rubbish in the ها برافو عليكم in the evening. He uses the space to go down the street. بيستخدم ايه علشان ينزل للشارع؟ lift اللي هو المصعد lift lift المصعد. السؤال التالي احبتي رقم 2 هو سؤال الديالوج او المحادثه. المحادثه عندنا بين مها وفاطمه، وطبعا هنشوف مع بعض. اول حاجه مها بتقول where did you go last Friday، اين ذهبتي الجمعه الماضيه. فاحنا لما بنيجي نجاوب مش هنقدر نجاوب اي اجابه والسلام، لازم الاول نقرا كده ونشوف اللي تحتها. Why did you stay at home؟ ليه انت فضلت في البيت؟ ليه مكستي في البيت؟ فطبعا اكيد الرد كان بتاعها هو ان انا قعدت في البيت ما طلعتش بره، يبقى هتقول I didn't go anywhere، انا لم اذهب الى اي مكان، او I stayed home، انا فضلت في البيت. تمام؟ Why did you stay at home؟ فردت قالت لها نقط برضو مش عارفين ليه هي فضلت في البيت. هنبص في السطر اللي بعده بتقول لها helping your mom، يبقى اكيد فاطمه قالت لها انا كنت بساعد ماما، يبقى I helped my mom. فردت قالت لها مها helping your mom، كنت بتساعدي ماما. سألت سؤال فقالت لها I swept the floor and washed the dishes، يبقى ماذا فعلتي؟ يبقى what did you do؟ اسئله سهله اهي. What did you do؟ علشان قالت لها I swept the floor، انا كنست الارضيه، and washed the dishes، وغسلت الأطباق. سأل السؤال فقالت لها I watch TV at night، أنا شاهدت التلفاز ليلا، يبقى ماذا فعلتي ليلا؟ يبقى what did you do at night. آخر حاجة عندي بتقول جملة كده مها، فقالت لها you are right فاطمة، أنت محقة. you are right يعني أنت محقة. I love her so much، يبقى أكيد مها قالت لها أنت بتحبي مامتك جدا يا مها، يبقى you love your mom فاطمة. you love your mom فاطمة. فردت فاطمة قالت you are right، أنت محقة. I love her so much. السؤال اللي بعد كده هو سؤال القطعة، هنقرأ القطعة مع بعض ونحاول نجاوب على الأسئلة اللي تحتها. next Wednesday الأربعاء القادم رقية is going to have her birthday party، رقية هتعمل عيد ميلادها، حفلة عيد ميلادها. she will be 13 years old، هيكون عندها 13 سنة. She is going to invite حور and علا، هي هتعزم حور وعلا، and all her other friends، وكل أصدقائها الآخرين. It will be a nice party، هتكون حفلة جميلة. رقية and her mother are working hard، رقية ومامتها بيجتهدوا. They are making new dresses، هيعملوا فساتين جديدة for the party، للحفلة. On Monday في يوم الاثنين they will go to the shops by bus، هما هيروحوا للمحلات بالاتوبيس. لاحظ ان they محطوط تحتها خط علشان هيسألني بتعود على ايه. تمام؟ to buy food for the party، هيشتروا طعام لاجل الحفلة. they will buy، هيشتروا ايه بقى؟ bread cakes and sweets. then ثم رقية's mother will cook، مامة رقية سوف تطبخ. the girls will be hungry، البنات هيكونوا جعانين. so there must be a lot of food، لذلك لابد أن يكون هناك الكثير من الطعام. رقية read about some games on a website، رقية قرت عن بعض الألعاب في أحد المواقع. she will choose some games، هي هتختار بعض الألعاب. she will choose the best games on the website، هتختار أفضل الألعاب اللي موجودة في الموقع. طيب تعالوا نجاوب على الأسئلة دي. how old will رقية be، رقية هيكون عندها كم سنة؟ تمام، she will be 13 years old، هي موجودة في السطر الأول. أسئلة مباشرة وسهلة إن شاء الله. what does the underlined word they refer to، كلمة they بتشير إلى مين؟ تمام، سامع حد بيقول رقية ومامتها، يبقى it refers to رقية and her mother. how will رقية and her mother go shopping، كيف سيذهب رقية ومامتها إلى المحلات؟ أهو موجودة هنا go to the shop by bus، يبقى by bus. السؤال اللي بعد كده هو أربع ثلاث أسئلة اختيار من متعدد برضو عن القطعة نفسها، يعني تكملة لأسئلة القطعة.
رقية and her mother will go shopping. هيروحوا شوبينج امتى؟ ممتازين، اللي هي on Monday. لو رجعنا لورا هنلاقيهم on Monday next Wednesday. رقية and her mother will go, رقية and her mother on Monday they will go to the shops. on Monday اهي، تمام. طيب يبقى نرجع نختار on Monday. رقية's mother must have a lot of food because رقية ومامتها لازم يجيبوا الكثير من الطعام. لأن إيه بقى؟ ها برافو عليكم، الإجابة رقم إيه؟ The girls will be hungry. رقية is space for the party. رقية is space for the party. Cooking food for the party. Reading about games on a website. Buying some dresses ولا singing and dancing. تمام، سامع حد شاطر بيقول reading about games on a website، هي دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال الرابع عندنا هو سؤال اختيار من متعدد، عندنا أسئلة الاختيار. Their bedroom is always untidy. البدروم بتاعتهم، أوضة النوم، غير مرتبة. Because they are، لأنهم إيه؟ أيوة ميسي، اللي هي رقم دي. The museum is free، المتحف بالمجان. You space pay to get in. طبعا لا ينبغي عليك أن تدفع مقابل الدخول، يبقى لست مضطرا أن، يعني يبقى you don't have to pay to get in. The lighthouse had mirrors. Lighthouse اللي هي الفنارة، had mirrors بها مرايا، جمع مرآة. Space reflected the light from oil lamps. طبعا هنا كلمة mirrors مرايا شيء غير عاقل، يبقى على طول هختار لها which لأنه شيء غير عاقل. My parents always space money to charities. أكيد أول ما نلاقي charities هنا الجمعيات الخيرية يبقى إيه؟ أيوة سامع حد شاطر بيقول donate، نتبرع. Do you know the name of the man space wrote Hamlet؟ هل تعرف اسم الرجل؟ الرجل هنا اسم عاقل، شيء عاقل، يبقى who أو that، بس إحنا عندنا هو ما عندناش that. Please put space all your clothes in the usual place. Please من فضلك ضع ايه؟ put away، طبعا ضع الملابس بتاعتك في مكانها المعتاد. put away يعني يضع الشيء في مكانه المعتاد. It's important for us to help people in our، بنساعد الناس في الايه؟ في المجتمع بتاعنا، community رقم B. Who space you breakfast every morning؟ طبعا مين اللي بيعمل لك البريكفاست؟ بيعمل يعني ايه بقى؟ ممتازين، ميكس يو بريكفاست. فيموس بيبول، الناس المشهورين، شود ورك نقط ا تشاريتي. ورك فور، يعمل لصالح جمعيه خيريه، ورك فور. بيجرز اللي هم المتسولين، يوجوالي اسك بيبول فور سبيس تو باي ذير نيدز. ask people for بيطلبوا money، طبعا for money الاختيار رقم B. السؤال اللي بعد كده هو سؤال خمسة. complete the sentence with the correct form of the words between brackets. بيجيب لي جملة وجايب لي نقط في النص كده وبين قوسين في كلمة، المفروض ان انا اعدل الكلمة علشان تناسب الجملة. last year I went to Paris space I stayed for a week. طبعا where I stayed for a week، حيث أقمت فيها لمدة أسبوع. طب لو أنا قلت stayed in، حطيت حرف الجر، يبقى هختار which مش إيه، كنت هسيب which زي ما هي. The policeman طبعا ده عاقل، يبقى هو على طول. That is the hotel، هذا هو الفندق. الفندق ده إيه؟ مكان، يبقى يا إما where يا إما which. تعالوا نشوف كده، هي موجودة أساسا where، طبعا يبقى إيه؟ which we used to stay at every summer. خلي بالك stay at جايب حرف الجر هنا، يبقى هختار له which. صهيب space will not have to go to work today because it's holiday، لان النهارده اجازه، يبقى صهيب مش مضطر ان يروح العمل، يبقى ايه؟ doesn't have. doesn't have. طب ليه ما حطيتش to هنا يا مستر؟ لان to جايه بعد القوسين، ما ينفعش احط to هنا وهي موجوده اساسا بعد القوسين، يبقى هيبقى في to مرتين كده، تبقى الاجابه خطأ. write a paragraph، السؤال الأخير عندنا، of about 80 to 90 words on، من 80 ل 90 كلمة، يعني
عن الموضوع ده، helping disabled people، مساعدة الناس الغير قادرين أو أصحاب الهمم أو اللي هم العجزة أو الإيه المعاقين. تعالوا نشوف كده مع بعض الباراجراف، عشان نكتب باراجراف كويس يا شباب لازم نتبع كام خطوة كده. أول حاجة لازم نكتب الأفكار على جنب، فكرة فكرة، لو حتى باللغة العربية نكتبها ونجهزها كده على جنب في هامش بعيدا عن المنطقة اللي احنا بنكتب فيها دي، لأنك لو كتبت مباشرة في المنطقة دي ممكن تشخبط وممكن تعك الدنيا وهيبقى شكل الباراجراف مش ظريف. فبنصحكم ان انت تبدأ تكتب أفكارك على جنب وبعد كده تنقلها في المكان ده فكرة فكرة بالترتيب كده. طيب، ونحافظ على علامات الترقيم، نبدأ الجملة بحرف كابيتال ونحط نقطة في آخر الجملة، نبدأ الجملة بحرف كابيتال، ده نقطة مهمة جدا يا شباب، ونحط نقطة في آخر الجملة. والجرامر بتاعنا يكون سليم برضو، نحافظ على الجرامر قدر الإمكان ويكون سليم، ونسيب فراغ في أول سطر بس كده، فراغ صغير جدا قد مثلا كلمة نسيبه في أول سطر زي ما هتشوفوا دلوقتي في الباراجراف اللي أنا مطرحه. وفي عندي جملتين افتتاحيتين ممكن نبدأ بيهم أي باراجراف، ينفعوا يبدأ بيهم أي باراجراف، هما الجملتين اللي هنوريهم لكم دلوقتي إن شاء الله. الباراجراف بتاعنا المقترح هو ده، أول حاجة أنا سبت فراغ صغير في أول سطر وبعدين بدأت أول جملة افتتاحية عندنا. I think، أنا أعتقد، this topic is very important، إن هذا الموضوع مهم جدا. دي الجملة الافتتاحية الأولى، ولاحظ إن أنا بدأت بحرف كابيتال وختمت بنقطة وأبدأ بعدها بحرف كابيتال برضو. In this paragraph، في هذا الباراجراف، I am going to write about، أنا سأكتب عن. بعد كلمة about دي بحط عنوان الباراجراف بتاعي، بعد كلمة about شوف عنوان الباراجراف إيه، helping disabled people، حطيته بعد about، helping disabled people. دي الجملة الافتتاحية التانية. helping others، مساعدة الآخرين، is very important، مهمة جدا. No one can live alone without the help of others، لا أحد يستطيع أن يعيش بدون المساعدة من الآخرين. We should always help disabled people، يجب دائما أن نساعد الناس المعاقين. We can volunteer، يمكننا أن نتطوع in a charity، في جمعية خيرية. We can collect money to provide، يمكننا أن نجمع المال لكي نقدم the disabled with the facilities، إن احنا نمد ال disabled اللي هم المعاقين بال facilities اللي هي المرافق اللي بتساعدهم، which enable them in their life، المرافق اللي ممكن تساعدهم في حياتهم هنعملها يعني بالفلوس دي. We have disabled people in every town، عندنا ناس معاقين في كل مدينة. So we should give them a hand، يجب أن نقدم لهم يد العون. Should give them a hand يعني نقدم لهم يد العون. And make them feel that، ونجعلهم يشعرون بأنهم they are not alone، أنهم ليسوا بمفردهم. In school، في المدرسة، if you have disabled classmate، لو أنت عندك زميل في الفصل معاق، you should give him a hand، يجب أن تمد يد العون له. In your area، في منطقتك، where you live، حيث تعيش، you will find a lot of disabled people، ستجد الكثير من الناس المعاقين. Just a little smile، فقط ابتسامة صغيرة، can help them، يمكن أن تساعدهم. To conclude، إجمالاً، it's necessary، إنه من المهم، for us، لنا، to help the disabled، إن احنا نساعد المعاقين. وبكده أحباتي نكون خلصنا امتحاننا النهاردة. أتمنى إن شاء الله إن الامتحان يكون عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو بتاعنا، ولو أنت مش مشترك معانا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز بتاعتنا أو الإشعارات بتاعتنا أولا بأول أحبتي. وتعالوا مع بعض يلا ندخل على الكويز بتاعنا النهاردة، اللي أنا عارف إن في ناس مستنياه. Today's quiz هو عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد، زي ما أنا وضحت قبل كده يا جماعة، ما تستهونوش بالأسئلة، يعني الأسئلة هي أسئلة للطلبة المتفوقين، فياريت نفكر فيها كويس.
My dad works as a in a restaurant. Cooker, cook, cookery, cookies. My work is really space. I want to take a rest. My work is really tired, tiring, tiredness, tire. The beach space we enjoy swimming in is very nice. The beach, who, which, whose, where. بتمنى احبتي ان كل اصدقائنا اللي بيسمعونا ينزلوا في الكومنتس او التعليقات ويجاوبوا عن هذا الكويز اجابة سليمة مع كتابة الاسم والمنطقة اللي انتوا منها، علشان ان شاء الله تتكرموا في لوحة شرف القناة للفيديو القادم باذن الله. وحتى القاكم في الفيديو القادم، اترككم في رعاية الله احبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.